الاكسبشن هاندلنج في البايثون قوي جدا ورائع جدا. عشان ناخد فكره عامه عن الاكسبشن هاندلنج في البايثون، عرفنا متغير اسمه فايل واستدنا له قيمه الاستريم اللي هينتج عن فتح الملف اللي مش موجود دهوت. المفروض احنا الملف دهوت اسمه working dash mvc dot python. الملف ده احنا اشتغلنا عليه قبل كده في الدرس اللي فات لو تلاحظوا، لكن الملف اللي بيبتدي بحرف الاكس انا كتبته متعمدا عن طريق خطا علشان يحصل اكسبشن والبرنامج بتاعنا يحصل فيه مشكله، وعلشان نعرف ازاي نقدر نحل المشاكل ديت في البايثون. لو جينا نعمل ران اوتوماتيك هيقول لي process finished with exit code 1، يعني مش صفر، يعني حصل مشكله، وقال لي هنا ان المشكله error number 2 no such file or directory x working mvc dash mvc dot py. علشان نقدر نعمل exception handling في البايثون بنعمل كده عن طريق ان احنا نكتب التراي ديت، وبعد كده ناخد كل اللي تحتها دوت ونحطه، نضغط تاب علشان نعمل له indentation داخلها، بعد كده احنا هنطلع خالص ونقول له accept. بعد ما نقول له accept هنقول له print body something bad happened مثلا، تمام. لو جينا نعمل run الابلكيشن بتاعنا حتى مش لازم نسيف، هتلاقي ان الابلكيشن بتاعنا ما حصلوش اي كراش ولا حاجه، وقال لي something bad happened وخلاص. طيب علشان اثبت لكم اكتر انه ما حصلش اي كراش، خلينا بعد ما عملنا الاكس ده نطبع تانية جمله تانية نقول فيها after something bad happened. لو جينا نعمل run مع بعض للابلكيشن بالشكل دوت هيقول لي something bad happened و after something bad happened. طب لو انا عايز اعرف تحديدا ايه اللي حصل، ايه المشكله اللي حصلت، هضطر ان انا اعمل catch ل certain exception، فهقول له ال io تمام error بالشكل ده، هضغط enter e as e تمام، وبعد كده ابتدي ان اقول له something bad happened، واستخدم الدوت فورمات الميثود عاديه علشان اطبع اللي حصل الاكسبشن اللي حصل. هقول له ايه لو جينا نعمل run مع بعض هيقول لي something bad happened و error number 2 not such a file or directory exist. طب خلينا نصلح الكود كده، احنا عرفنا الكود خلاص، هنشيل ال x working ديت. خلينا بقى نعمل run الابلكيشن بتاعنا، هيبتدي انه يقرا لي كل الكلام اللي كان في الابلكيشن اللي كان في الفايل بتاعنا دوت قبل كده تمام بالشكل ده، ويبتدي انه يعرضه لنا. وطبعا عرض لنا كل سطر فاضي عباره عن سطرين، ليه؟ لان كان في سطر اصلا فاضي، والبرنت ديت فيها اوبشن زي ما اتكلمنا قبل كده ان هي بتعمل نيو لاين في الاخر، فهنقول له ان الاند ديت يساوي علامة تنصيص فاضية كده علشان ما عمليش سطر جديد. لو جينا نعمل ران كده هيطبعه لي بالظبط زي ما هو موجود في الملف بالظبط اهو تمام. عرفنا ازاي نعمل exception handling في البايثون. اشوفكم على خير الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.